أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الثانية، الفرد الأول للدورة الثانية، نشوف نموذج من نماذج فروض المرحلة الثالثة، فرد ثالث في السنة، يعني الفرد الأول في الدورة الثانية أو فروض المرحلة الثالثة بالنسبة للمستوى الثالث لمادة اللغة العربية. إذن بالنسبة للنموذج أتلقاو على شكل PDF في صندوق الوصف، وكنتمنى لكم حظ موفق، وكنشكركم بزاف على التعليقات الزوينة ديالكم، وأي حاجة خليوها في التعليقات. إذن بالنسبة للنموذج نخدمو ديال مادة اللغة العربية، ونخدمو التطبيقات الكتابية، ونبداو على بركة الله. والسؤال الأول: إن العمل ضروري. إذن أشكل آخر الكلمات. إذن عندنا إن وأصبح. إذن إن ممكن تدخل على، اذا بعد الجمله الاسميه تتكون مبتدا وخبر، ممكن تدخل عليها ان، يعني انت هنا ان كتدخل على المبتدا والخبر فتنصب الاول ويسمى اسمه منصوب، وترفع الثاني ويسمى خبره مرفوع. بالنسبه لاصبح من اخوات كان، ممكن تدخل على الجمله الاسميه اللي كتكون مبتدا وخبر، اللي هما مبتدا مرفوع وخبر مرفوع، كتبدل واللي عندنا اسمها مرفوع. اذا باش ليكم سهله، بالنسبه لاخوات كان، دابا كان كتعرف فعل ماض ناقص، يعني كتلعب الدور ديال الفعل الاول يسمى كيكون مرفوع والثاني كيكون منصوب. اذا الاول يسمى اسمها مرفوع والثاني خبرها منصوب. اذا اش معنا هنايا ان العمل؟ اش معنى نقولوا ان العمل اسمها منصوب؟ ان العمل، اذا نكتب ان العمل، اذا هنا عندنا ان العمل، إن العمل، إذا هنا كتكون عندنا فتحة ض، إذا إن العمل ماذا؟ ضروري. إذا إن العمل ضروري، هنا كسرة، إذا تبعوا معايا، هنا عندنا تضعيف وهنا عندنا ضمتين، إذا إن العمل ضروري. إذا بالنسبة للجملة الثانية أصبح، إذا أصبح، إذا أصبح ال ماذا؟ أصبح الجو، إذا عندنا أصبح الجو، إذا هنا اسمها كيكون مرفوع، إذا أصبح الجو جميلا، أصبح الجو جميلا، إذا هنا عندنا فتحتين منصوب، إذا أصبح الجو جميلا. نعم سلينا سؤال ننتقل السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. لأن هذا فنان، نحاول نكمل جملة، ممكن نقولوا هذا الفنان مبدع، هذا الفنان مبدع، إذا ضمتين، هذا الفنان مبدع. مثلا عاد الفلاحون من الحقل، عاد الفلاحون نشيطين، إلى آخره. إذا ممكن نكتبوا عاد الفلاحون نشيطين، نشيطين، أو عاد الفلاحون من الحقل. إذا ممكن تكملوا بالكلمة المناسبة. إذا ننتقل للسؤال الثالث. كيف، إذا أجيب على الأسئلة التالية. إذا كيف يعمل النجار؟ إذا كيف، إذا خصنا هنا يعمل النجار، كيف يعمل النجار؟ خصنا حال منصوب والحال ينصب بالتنوين. إذا نقول يعمل النجار نشيطا، نشيطا، إذا فتحتين منصوب بالتنوين، إذا يعمل النجار نشيطا. إذا كيف سافرت العمة؟ سافرت العمة فرحة، إذا نكتب فرحة، فرحة، سافرت العمة فرحة. نعم إذا سلينا السؤال الثالث، ننتقل إلى السؤال. إذا بالنسبة سافرت العمة فرحة، نعم هنا حال وهنا حال، نشيطين ونرجع نصحو ونسيل الياء، إذا هنا نشيطين خصنا الياء، إذا نشيطين. نعم إذا غنمشيو دابا السؤال الرابع. أصل بخط. إذا وصلت الطبيبة، نجح التلميذ. إذا وصلت الطبيبة، كيف وصلت الطبيبة؟ خصنا حال والحال كيكون منصوب بالتنوين، إذا كيكون نكرة. إذا وصلت الطبيبة قلقة، نجح التلميذ، إذا التلميذ المجد، إذا المجد نعتابع للمنعوت التلميذ في التعريف وكذلك في الرفع، إذا نجح التلميذ المجد. نعم سلينا السؤال الرابع، ننتقل إلى السؤال الخامس. املأ الفراغ بحرف، حرف جر مناسب في، من، على، مع.
يغوص السباح ماذا؟ في أعماق البحر. إذا هنا حرف جر في أعماق البحر. إذا نشوف سافرت إلى إذا مع عمتها إلى الرباط. إذا نعمل حرف جر مع عمتها إلى الرباط. يعمل النجار في ورشة صغيرة. إذا حرف في. خرج العمال من المعمل. إذا خرج العمال من المعمل. نعم أحسنتم. ننتقل إلى السؤال السابع. أسمي ما الجدول. عندنا أفعال ونحاول نحدو فعل مهموس، فعل أجوب، فعل مثال. إذا بالنسبة للأفعال فهي تبقى كاين فعل صحيح وما خليت حروفه من حروف العلة، وفعل معتل هو يعني ما كانت أحد حروفه حروف العلة اللي تختصر في واي واو ألف. إذا عفوا واي واو ألف ياء واو ألف ياء. إذا بالنسبة للفعل مهموز فعل صحيح مهموز هو اللي كتكون ما كيكون في ألف همزة بحال أخذ، وفعل أجوب هو كيكون فعل معتل ثاني حروف في حروف علة، وفعل مثال هو اللي كيكون فعل معتل أول حروف في حروف علة. إذا يابسة إذا أول حروف في حروف علة فهو فعل مثال. إذا نكتبو هنايا يبي يابسة. نعم. إذا غنمشيو بالنسبة للفعل قال. قال ثاني حروف في حروف علة فهو فعل كيف هو أجوف. إذا غنمشيو بالنسبة أخذ ألف همزة إذا فهو فعل مهموز أخ أخذ. نعم. إذا سلينا السؤال السابع ننتقل إلى السؤال. إذا هذا السؤال السادس. إذا ننتقل الآن إلى السؤال السابع. املأ الفراغ بالاسم المناسب. أضخم أقوى. إذا اسم تفضيل. عندنا الأسد من الغزال والفيل من الزرافة. نقول الأسد أقوى. الأسد أقوى من الغزال. الأسد أقوى من الغزال والفيل أضخم. إذا الفيل أضخم من ماذا؟ أضخم من الزرافة. الفيل أضخم من الزرافة. ننتقل إلى السؤال الثامن. أحول الفعل إلى الضمائر التالية. أنا جلت أنا أجول. إذا أنا جلت. أنتما ماذا سنقول؟ أنتما جلتما. إذا أنتما جلتما. أنتما جلتما. أنتما جلتما. إذا أنتما جلتما. إذا أنتما جلتما. هما جالا. هما جالا. هي جالت. هي جالت. هي جالت. هي جالت. هي جالت. إذا هي جالت. إذا سلينا بالنسبة للفعل الماضي. إذا أنا أجول في المضارع. نحن نجول. نحن نجول. نحن نجول. نحن نجول. هم إذا نحن نجول. هم يجولون. إذا هم يجولون. هم يجولون. هما يجولان أو تجولان. إذا هما يجولان على حسب كان عندنا مذكر أو مؤنث. هما تجولان. إذا نكتبهم لكم بجوج. هما يجولان. هما يجولان أو هما تجولان. إذا إما الياء أو التاء في الأول. تجولان. نعم هما تجولان. نعم. إذا بهذا التحويل نكون سلينا صحيح ديال هذا النموذج. نتمنى أنكم تكون. شكرا وإلى اللقاء.